اهلا بكم فيديو جديد معكم مارو. احنا النهارده هنعمل فيديو مهم جدا عن الكريدت سكور. ده فيديو الناس كلها طلبت مني ان انا اعمله، وان يعني ايه كريدت سكور، ويعني ايه نسبه الكريدت سكور، وهي اصلا الكريدت سكور ده تمام. فالفيديو دوت انا هشرح لكم فيه كل حاجه عن السكور كريدت، وان ده ليه مهم في امريكا، وده بيخليك تعمل ايه في امريكا. حرفيا الفيديو دوت هخليك عارف كل حاجه عن موضوع الكريدت سكور. اوكي، خلينا نبدا بسرعه وما نطولش في المقدمه. طيب الكريدت سكور بيبقى عباره عن شريط كده، واحط لكم صوره. طبعا مش هينفع احط الصوره بتاعه البنك بتاعي عشان ده غلط، فهحط لكم صوره، اجيب صوره من على اي جوجل او حاجه، بس تكون نفس الشريط يعني عشان بفهمكم صح تمام. فهو بيبدا من 300 لحد 850 بالظبط تمام، من 300 لحد 850. ده الشريط بتاع السكور كريدت بتاعك في امريكا، ودي اهم حاجه في حياتك في امريكا يعني تمام. طيب بيبدا يوصلكم من 300 ل 850. انت لما بتيجي تفتح كريدت تمام، تفتح كريدت اسمه كريدت سكيور. كريدت سكيور ده بتبقى انت عشان انت لسه جاي جديد في البلد، فمش بيقدروا يدوك كريدت كارد بفلوسهم، فبيدوا لك كريدت كارد اسمه كريدت كارد سكيور. بمعنى ايه؟ ان انت بتروح زي مثلا في بنك اسمه بنك اوف امريكا، ده اسم البنك اسمه بنك اوف امريكا. انت بتروح بتبقى اول مره اهو بتفتح كريدت، بتروح بتقول لهم انت دخلك كام لسه ماشي وحياتك عامله ازاي في امريكا يعني. او خلينا مثلا اشرح من الاول، انت لما بتشتغل في امريكا بتفتح الديبت كارد، اللي هو الفلوس بتاعتك الاصليه اللي بتاخدها من الشغل اللي انت شغال فيه. فلما بتشتغل بينزل لك الفلوس بتاعتك على الديبت كارد بتاعتك ديت، بتبقى لونها احمر كده تمام. فانت الديبت كارد ديت اللي هي الباسورد ديت تمام، دي فلوسك انت، ركز في الكلام، اللي هو فلوسك انت تمام. فانت بتروح مع نفس البنك اللي انت عامل معاه الديبت كارد دي، وتقدم على الكريدت كارد، تقول له انا عايز افتح كريدت كارد، وده بيبقى اول كريدت ليك، وبناء عليه بتبقى بقى ايه بيجي لك السكور بتاعك. طيب بتقول له على افتح كريدت كارد، هيقول لك ماشي وريني الاستيتمنت بتاعك، لو فاكرين الفيديو اللي فات اللي هو بتاخد كام في الشغل وبتعمل ايه كده. فانت بتقدم على بتقول له انا باخد كذا وبعمل كذا مش عارف ايه، وهيطلب منك السوشيال سيكيورتي نمبر، دي اهم حاجه برضو في امريكا، عامل عليها فيديو لوحده تمام. يقول لك ماشي، بيديك اوراق تملاها، بعد كده بيخليك تفتح كريدت اسمه كريدت سكيور. كريدت سكيور دوت تمام بفلوسك انت، ازاي يعني؟ من الكارت بتاعك الديبت كارد تمام، بتقول له انا عايز افتح كريدت كارد، فبياخد من الديبت كارد فلوسك انت الاصليه مبلغ، سواء بقى 300 دولار 700 دولار على حسب يعني تمام، وياخد 300 دولار او 700 دولار دي تمام، ويفتح لك بيهم كريدت يعني بفلوسك انت، يعني 300 700 دول بيخشوا في كريدت كارد بفلوسك انت تمام. هتقولي ليه؟ عشان انت لسه جاي في البلد، مش هيرضوا او يقدروا يدوا لك فلوس من فلوسهم، لازم يجربوك تجربه تمام. تمام بتقعد قد ايه؟ على حسب بقى، من 6 شهور لسنه. انا قعدت معايا 6 شهور، في ناس طبعا معاهم سنه، على حسب ايه هقول لك برده. طيب تفتح السكيور دوت بفلوسك انت، سواء بقى ليتس سي مثلا 300 دولار تمام. ال 300 دولار دول اللي هي فلوسك انت، اللي هو في كريدت كارد سكيور، او تفتح الكريدت بيبقى سكورك حوالي 600 بوينت او حاجه زي كده. طيب هل ده سكور كويس او لا؟ لا، ركز معايا في الاخر تمام. فانت ال 300 دولار دي تمام بيشوفوك انت بتصرف كام منهم وبترجعهم في قد ايه. في حاجه اسمها ديو ديت، الديو ديت دوت اللي هو التاريخ اللي انت تسدد بيه الكريدت بتاعك. خلينا برضو ايه ادي مثال، انت معاك 300 دولار حلو، وانت من 300 دولار ديت رايح تشتري بيهم حاجه، زي مثلا عملت شوبينج ب 50 دولار تمام. بعد ما بتعمل شوبينج ب 50 دولار بيظهر لك حاجه اسمها ديو ديت، بيقول لك ان ميعاد الدفع بتاعتك ال 50 دولار ديت او نسبه منها يوم 25 مثلا تمام. لو ما دفعتهاش قبل يوم 25 تمام، السكور بتاعك بيقل الشهر الجاي، وهكذا وهكذا، ايا كان بقى المبلغ، 100 دولار مليون دولار ايا كان المبلغ تمام. لو ما دفعتش الديو ديت قبل الديو ديت تمام، الفلوس بتاعتك او السكور بتاعتك بتقل. طيب الديو ديت دوت ميعاد الدفع يعني بيحدد لك نسبه، ممكن تبقى المبلغ كله لو انت عايز تدفع المبلغ كله، او نسبه من الفلوس. لان انت لو صرفت مثلا من 300 دولار دي 200 دولار، ممكن يقول لك ايه ادفع منهم 25 دولار بس تمام. هل انا دفعت 25 دولار بس السكور بتاعي هيزيد؟ هيزيد، بس هيزيد حاجه بسيطه تمام، بس هيزيد اكتر لو انت دفعته مره واحده. يعني لو انت بدل ما تدفع مثلا 25 دولار، لا دفعت كل اللي عليك من الكريدت كارد اللي هي اصلا فلوسك. تفضل تعمل كده لمده ايه 6 شهور تمام. بعد كده بيرجعوا لك الفلوس اللي هي مثلا 300 دولار دي، بيرجعها لك تاني على حسابك الديبت كارد تمام، اللي هي فلوسك الاصليه، بيرجعها لك خلاص خد يا عم فلوسك اهي، واحنا هنحول لك الكريدت سكيور دوت للكريدت كارد عاديه بتاعتنا تمام بفلوسنا احنا. فهيدوا لك بقى هم مبلغ 1000 دولار 1500 2000، بس اعتقدش انت في اول مره توصل ل 2000، هيدوك اعتقد 1000 دولار او 800 دولار
تمام. ليت سي انت خدت الالف دولار تمام، بقى معاك كريدت كارد من بنك في امريكا اهو بالف دولار تمام. تمام الالف دولار دي تمام، حاول بقى ايه تتذكى فيها، تعمل ايه؟ تروح تجيب مثلا ايفون او تجيب اي حاجة بالقسط. بالقسط ازاي؟ بتروح بتقدم برضو وتدفع قسط، تدفع القسط مثلا في اوقاته تمام، بس بتدفعه بتعمل حاجة اسمها اللي هو اوتوماتيك بيمنت يعني، او اوتو باي ماشي على الكارت بتاعك. يعني سي مثلا رحت جبت لابتوب ب 1000 دولار تمام، قسط اللابتوب دوت مثلا 50 دولار في الشهر تمام، فبتعمل له اوتو بيمنت. ال 50 دولار دي القسط بتاعت اللابتوب بتتسحب من الكريدت كارد بتاعتك ديت كل شهر تمام. تفضل تعمل كده لحد ما تسدد ايه اللابتوب بتاعك مثلا على سنه مثلا يعني تمام. فانت مثلا سددته تمام، ده بيكون لك حاجه اسمها كريدت هيستوري، هشرحها في برضه بعدين في اخر الفيديو يعني تمام. المهم انت عملت كده، عملت شوبينج، عملت نفس الكلام، رحت اشتريت اكل نفس الكلام، اشتريت حلويات ايا كان، حطيت بنزين نفس الكلام تمام. هل انا ليا ليميت معين؟ بص، لو انت معاك كريدت كارد ايا كان سعرها كام، ما تصرفش منها اكتر من 15% منها. يعني اصرف من يعني لو هي 1000 دولار اصرف منها 15% بس، ما تقلش عن 15%. لو قلت عن 15% ده غلط. ليه؟ هقول لك برده بعدين ليه تمام، ركز معايا. المهم لو فتحوا لك مثلا بعد سنه 2000 3000 4000 5000 10000 دولار اللي انت عايزه. طيب هل انا السكور الكريدت المكتوب دوت لما بيجي هو بيعلى كل شهر تمام او بيقل على حسب انت عملت ايه؟ طيب انت بيقل يا عمر، بيقل لو انت ما دفعتش كويس تمام. لو انت مثلا اخرت قسط عليك، اخرت مش قسط بس، اخرت قسط او ديو ديت تمام. هتقول لي ايه ده، ما الحوار سهل. الحوار مش سهل خالص. ليه؟ ما انت في امريكا بيبعت كذا كريدت كارد، انا معايا خمسه تمام، والخمسه كل واحد فيهم مثلا ب 2000 ونص و 3000 بارقام خزعبليه تمام. فانت بتلاقي مثلا معاك حوالي 50000 دولار في محفظتك تمام، فبتبقى ناسي كل كريدت كارد صرفت منه قد ايه، وتبقى ناسي انا عليا قسط من ده وعليا قسط من ده ومش عارف ايه وحوارات تمام. بس انت لازم تبقى كاتب كل ده وتبقى مخلي بالك منه جدا جدا جدا. المهم انت بقى معاك خمس كريدات او اربع كريدات من بنوك مختلفه تمام، وهنا عندنا في امريكا البنوك كتير جدا، فانت معاك كريدات كتيره جدا تمام، وبتدفع في ميعادك. لو في حاجه وقعت منك الشهر الجاي السكور بتاعك هيقل تمام. طيب ده الكريدت سكور بتاعك بيقل بناء على كذا حاجه، قسط ما تدفعش، ديو ديت ما تدفعش تمام، بيمنت بتاعت بيت او بيمنت بتاعت عربيه او بيمنت بتاع حاجه، فاهمني؟ طيب انا هل انا مثلا لو انا مثلا مقسط عربيه زي ما مقسط موبايل زي ما مقسط بيت؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا. انت بتبتدي بحاجات بسيطه اللي هو موبايل لابتوب كمبيوتر، حاجات بسيطه كده، بعد كده بتخش مثلا على عربيات، بعد كده بعد كام سنه بقى ربنا يكرمك تخش على بيوت تمام. ده بيفرق معاك في حاجه اسمها كريدت هيستوري، وده انا عايز اشرحه في الفيديو. كريدت هيستوري ده اهم حاجه. في ناس بتبقى كريدت سكور بتاعها مثلا تبقى 700 اللي هو جامد جدا يعني، 800 اللي هو انت جامد قوي تمام، وتيجي مثلا تروح تشتري عربيه تمام، تلاقي الفايده على العربيه عاليه جدا. ليه الفايده على العربيه عاليه جدا؟ عشان انت كريدت سكور دوت عباره عن رقم بس الهيستوري بتاعك او التاريخ بتاعك ولا اي حاجه. بمعنى ايه؟ معنى ان انت مثلا بقالك 4-5 سنين في امريكا، كل اللي انت بتعمله ايه؟ بتحط مثلا بنزين في العربيه بالكريدت وتدفعه تاني، تشتري حلويات وتدفعها تاني، يعني فاهمني؟ يعني انت بتشتري حلويات بالكريدت كارد وتدفعها من الديبت كارد بتاعك تمام. هتقول لي طب الوحش في كده؟ الوحش في كده ان انت ما عندكش هيستوري، ما عندكش تاريخ، ما عندكش تاريخ ان انت قسطت حاجات تمام كبيره او حاجات مبالغها كبيره. يعني مثلا العربيه اللي معايا دي مثلا ب 50000 دولار مثلا تمام، قسطتها ناقص لي فيها مثلا مبلغ قليل، ده بيبقى بيتكتب في الهيستوري بتاعي ان عمر قسط عربيه ثمنها كذا تمام، او قسط موبايل ثمنه كذا، او قسط كمبيوتر ثمنه كذا، او قسط كده، فاهمني؟ فانت كل ده بيبني لك حاجه اسمها كريدت هيستوري اللي هو التاريخ بتاعك. بيفرق في ايه؟ بيفرق لما انت مثلا رايح تجيب بيت او حاجه تمام، يروحوا يبصوا على الكريدت سكور الاول ويشوفوا الهيستوري بتاعك تمام. ده قسط العربيه دي وقسط العربيه دي وخلصها ودفع العربيه ديت ودفع مثلا الموبايل دوت ودفع التاريخ دوت وعليه قسطات كلها بيدفعها في تاريخها، وايه البيمنت بتاع العربيه والكهرباء مثلا بيدفعها في ميعادها والغاز بيدفعها في ميعاده، كل حاجه ظاهره عندك على الهيستوري ان انت ملتزم بقساطك وبتدفعها بالظبط تمام. ده هيخليهم يدوا لك مثلا البيت او العربيه اللي انت عايزها بفايده اقل. ليه؟
عشان هم واثقين فيك. الراجل ده شخص موثوق فيه، بيدفع كل حاجه بقسطها ومش عليه ديون، وبيدفع كل حاجه في مواعيدها، يعني شخص ملتزم. يعني لو ادينا له حاجه تمام بفايده اقل هيدفعها تمام. عشان كده دايما بتلاقي ناس ممكن كلهم ساكنين في نفس الشارع، كل البيوت مثلا سعرها واحد مثلا، وتلاقي كل واحد بيدفع قسط مختلف وبيدفع سعر البيت توتال مختلف. يعني ده مثلا لو مليون ممكن ده ينزل عليه فايده 200,000، ده ممكن ينزل عليه فايده 400,000، ده ينزل عليه فايده 500,000. ليه؟ كل واحد في البيت دوت كان سكور كريدته معين، والهيستوري بتاعي معين غير عن التاني، يعني مختلف عن التاني، مش معين، مختلف عن التاني تمام. فكل واحد فيكم كريدته مختلف، السكور بتاعه والهيستوري بتاعه برده مختلف، فده خلى ان كل واحد في الشارع نفسه بنفس الاسعار كل واحد اخده بسعر تاني بقسط تاني مختلف خالص تماما تماما تماما. فهي دي الفكره، ركز ان انت تقسط حاجات مهمه تمام، تخلي لك السكور بتاعك كريدت يعلى والهيستوري بتاعك كويس. هتقولي طب انا اول مره اجيب عربيه، ما هي دي المشكله بقى. انت اول موبايل مثلا بتجيبه في حياتك حرفيا يعني بتدفع فيه جامد، يعني لو موبايل ب $1,000 بينزل لك عليه فايده 1400، تقول حرام؟ لا اسمع مني، جيبه مش مشكله وقسطه، مش تفرق معاك حاجه تمام. لو العربيه اول عربيه ليك نفس الكلام، لحق هي كده لازم اول حاجه حرفيا هتلاقي نفسك بتدفع فيها مبلغ كبير تمام، لحد بقى ما ايه ما تيجي تجيب بيت مثلا، فالبيت نتيجه ان انت عندك هيستوري كويس ففايده البيت بتبقى قليله، او يعني الفايده اللي تنزل على البيت او حتى القسط هيقل. فهمتني او فهمتوني؟ قلت لكم تمام ان السكور بيبتدي بقى يعلى 500 600 مش عارف ايه ارقام خزعبليه، انا بصيت على الراجل ده اللي هو حسيته في حد غريب جاي عليا فاهم. المهم فبيبقى 300 400 500 600 لحد 800 550 تمام. ايا كان الرقم، الرقم بتاعك مش مكياس تاني، ايا كان الرقم، الرقم بتاعك مش مكياس، المكياس برضو الهيستوري بتاعك. ممكن تبقى انت 800 ماشي وما عندكش هيستوري، بس ده مش هيفيدك في اي حاجه حرفيا. لو جيت لو انت 800 مثلا وجيت تجيب عربيه تمام، هتاخدها اكنك سكور كريدت 300. ليه؟ هي هي ما عندكش كريدت، ما عندكش كريدت هيستوري، ما جبتش حاجات في امريكا بالقسط ودفعتها، او عربيات او بيمنت او حاجات دفعتها في مواعيدها تمام. فهي دي الفكره، حاجات حرفيا بتاثر جامد على الكريدت كارد، بيوت، عربيات، حاجه ممكن انت ما تتخيلش. النت سوري الغاز بتاع البيت، الغاز والميه والكهرباء بتاع البيت بيأثروا جامد جدا في كريدت كارد، يعني او في السكور بتاعك او الهيستوري بتاعك. لو قسطت الحاجات دي في مواعيدها صدقني الكريدت سكور بتاعك هيعلى جدا تمام. تاني الكريدت سكور دوت، دي حاجه مهمه ليه في امريكا، عندي حياتك، حياتك حرفيا، يعني بتجيب كل حاجه بالكريدت سكور بتاعك. دي حرفيا مش اقول لك حياتك، انت قلبك اهو جنبه السكور، جنبه السكور كريدت بتاعك حرفيا. دي كده هي هو ده في امريكا تمام. عشان كده بتلاقي ناس ممكن تبقى انت شايفها راكبه عربيات كويسه تمام، بس ممكن تبقى واخد العربيات ديت بسعرها او زايد عليها نسبه بسيطه فايده تمام. في ناس بتبقى جايبه مثلا عربيه قديمه خالص وتلاقي بيدفع مبلغ كبير جدا. ليه؟ عشان السكور كريدت وحش والفايده نزل عليه كبيره جدا، فاضطر يجيب عربيه قليله جدا بسعر كبير جدا تمام. فده اللي تركز فيه. طيب فانت في البدايات في امريكا حاول تقسط حاجات بسيطه زي موبايلات، لابتوبات، كمبيوترات بسعر ممكن يبقى غالي شويه، مش غالي قوي يعني بس غالي بسيط، بحيث ان انت تبقى بس بنيت الكريدت سكور بتاعك تمام. وبعد كده تقوم ايه تاخدش بقى العربيه اللي انت عايزها او البيت اللي انت عايزه او كده يعني. طيب ركز معايا في الحته دي، ما تصرفش برضو الكريدت بتاعك كله. لو يعني الكريدت بتاعك $5,000 ما تفضيش الكريدت بتاعك وتخليه زيرو، ده هيخلي برضو السكور بتاعك يقع خالص تمام. وده برضو بيخلي الهيستوري بتاعك يبقى مكتوب فيه ان انت استهلكت اكتر من نص الكريدت كارد، وده برضو غلط. زي ما قلت لك في اول الفيديو اصرف منه 15% بس، ودايما افتكر كده في دماغك، دي مش فلوسك. يعني ما تفرحش ان انت معاك 10 كريدتات وكل كريدت فيه ب $5,000 او ب $10,000، ما تفرحش بكده عشان دي مش فلوسك، دي فلوس البنك ويعتبر زي ما تقول كارد. فانت ما تقولش بقى ايه انا معايا 10 كريدتات كل كريدت فيه 10,000 معايا $50,000، دي مش فلوسك تاني، دي مش فلوسك. الناس بتعمل كده تقول بقى انا هشتري كذا وهشتري كذا وهشتري كذا، وهوب مره واحده تلاقي نفسها زيرو ولا عارفه تقسط الكريدات دي كلها. ليه؟ انت مرتبك بيبقى $3,000 لو عامل نفسك جامد تمام. ال $3,000 دول هيدفعوا ازاي خمس كريدات كل كريدت ب 10,000؟ فركز في الكلام، ما تفتكرش ان انت معاك 10 كريدات فتجيب بيها حاجات كتير بالقسط، فتلاقي نفسك لبست في الحيطه مش عارف تقسط، كريدتك سكور بيقع، رحت في داهيه. ده السبب من الاسباب ان الناس في امريكا هنا عندها هومليس. تعال تقول ايه
وده دايما انا بعد اقوله، امريكا ما بتساعدش حد، امريكا مش بتيجي تقول لك تعالى يا فلان فلوس اهي في جيبك واشتغل، او تعالى يا فلان كريدت كارد اهو وجامد واشتغل. ليه في امريكان صحاب البلد بيبقوا في الشارع قاعدين مشردين، واحنا مثلا الناس اللي هم مش بلدنا اهي تمام، حتى لو معانا جنسيات بنبقى قاعدين في بيوت وعايشين حياتنا. ليه؟ عشان الامريكان دول برضو ما عرفوش يتعاملوا مع الحاجات دي، ما عرفوش من هم صغيرين او بيعدوا 18 سنه يتعاملوا مع الكريدت سكور والهيستوري بتاع الكريدت سكور بتاعهم وكده، او بيسوقوا التعامل معاهم اللي هو ايه يا عم انا اشتري العربيات دي والبيوت دي ومش عارف ايه واقسط ومش عارف ايه. المشكله ان البنك هيدي لك، البنك ما عندوش مشكله. ليه؟ البنك بالنسبه له ايه، انا هدي لك تمام، ما دفعتش هاخد منك حاجه تانية، لا كمان هاخد منك الحاجه اللي انت ممتلكها، فاهمني؟ فالبنك ما بيخسرش حاجه، بيدي لك وبيدي لك بيحط لك الفايده اللي هو على مزاجه، فهي دي المشكله. فانت تشتري، هم معظمهم بيعملوا كده، فاهمني؟ فده السبب من الاسباب ان الثلاث ارباع الهوملز بيبقوا كده، بيبقى عليهم ديون 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 ديون، مش عارف يسدد بقى يسدد دوت ولا يسدد الكريدت ده ولا الكريدت دوت، فالدنيا كلها تقع، سكور كريدت بيقع. طيب طول ما عادي ما هو ما يقع من ممكن من هفضل سدد 10 سنين 20 سنه، لا يا حبيب قلبي، لما الكريدت سكور بيقع تمام، لو انت عايش في بيت او عايش في ابارتمنت او عايش كده تمام، كل سنه هتلاقيهم بيقول لك لا انت احنا مش واثقين فيك، او انت بقى ما انت مش عارف تدفع ايجار، او بتاخر في الايجار بتاخر قسطك تمام، لا احنا هنخرجك بره الايجار المكان اللي انت قاعد فيه ده واحنا نجيب حد تاني تمام، عشان انت كل سنه او كل 6 شهور في البيوت اللي انت قاعد فيها ايجار ديت تمام بيغيروا بيبقى في اسمها ايه زي رينيو للمكان اللي انت قاعد فيه، ان انت بتبقى بتجدد تاني او تجديد مثلا 6 شهور كمان، بتجدد سنه كمان مع البيت اللي انت قاعد فيه ايجار او كده تمام. فانت لما بتعمل كده تمام بيعملوا عليك تشيك او بيعملوا عليك رن على الكريدت بتاعك تاني، رن او تشيك هي واحد يعني تمام. فهم بيعملوا عليك رن دوت بيشوفوا بقى ايه سكور كريدتك كام، لو سكور كريدتك واقع لا مع السلامه خلاص مش هينفع تقعد في الابارتمنت ده تاني او المكان اللي جار ده تاني وتشوف حد تاني. عشان كده بتلاقيهم ثلاث ارباعهم هوملس تمام. هي مش فكره ان انت ما انت فعلا ممكن تقسطها على مليون سنه، مش قصه لا، بس الكريدت سكورك بيقع تمام، فخلاص مفيش حد محل ثقه او واثق فيك يعني ان يقعدك في ابارتمنت او كده تمام. نفس الكلام على العربيات، ممكن تبقى اه تمام ممكن تاخر في القسط، اتاخرت شهر التاني هتلاقي في عربيه كده جت ساعدت منك العربيه، انسى يا معلم. والحاجه المهمه الثالثه اعتقد ان هي لا، انتوا لو اسره، انت تخيل مثلا انتوا اسره خمس افراد او اربع افراد، لو كل فرد عمل نفس الكلام في السكور كريدت بتاعه او في الكريدت بتاعه عامه تمام، دي حاجه كويسه جدا عشان ما تيجي تشتري بيت او عربيه. وده الجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه، ايه هو؟ ان انت لما تيجي تشتري عربيه او بتلاقي حد راكب عربيه، خليني اصلا اول اشرح حاجه الجزء الاولاني دوت عشان الناس تفهم انا بتكلم فيه. دايما احنا عندنا تفكير كده اللي هو ايه ده، ايه اللي يخلي الشخص ده يجيب عربيه مثلا يعني شيفورلي مستعمله ب 15000 تمام، ويدفع لها قسط حوالي 400 دولار ولا حاجه، وهو ممكن يقدر بال 400 دولار دي يجيب مثلا عربيه بي ام دبليو، صح؟ دايما او احنا دايما هنا كعرب بنشوف كده العربيات دي اللي هو ايه ده بتدفع القسط ده، ده غالي قوي، ده غالي قوي. دي التريكه اللي عايز اقول لك عليها بقى. في ناس بيبقى السكور كريدت بتاعها واقع تمام، ولما بتجيب عربيه او انت في امريكا عاده يعني لما بتجيب عربيه بيبقى عايزين شخصين، الشخص الاولاني اللي هو الاونر بتاع العربيه وحد اسمه كوساينر اللي هو الشخص الثاني. فلازم اي عربيه بيبقى عليها شخصين، الشخص الاولاني اللي هو الاونر والتاني اسمه كوساينر تمام. فالشخصين دول لازم يكونوا مرتباتهم كويسه، ده اللي اتكلمت عليه الفيديو اللي قبل اللي فات تمام، مرتباتهم كويسه حاجه. الحاجه الثانيه السكور كريدت بتاعهم يكون كويس. طيب في ناس مش بيبقى معاها ولا ده ولا ده، فبيضطروا ان يشوفوا عربيات مستعمله تمام وبراندات مثلا متوسطه ويدفعوا فلوس كتير جدا. لو هو مثلا الشخص دوت لو هو مثلا مرتبه قليل وعليه اقساط والسكور كريدت بتاعه وحش، فبيعمل ايه؟ يروح يجيب عربيه ب 10000 مستعمله مثلا ماشيه مثلا 100000 ولا حاجه تمام، وينزل له عليها فايده حوالي 5 6000 دولار، يبقى توصل العربيه 18000 ولا 16000 مثلا تمام. لا وكمان القسط بتاعها بدل ما يبقى مثلا في الطبيعي يبقى 100 دولار يوصل مثلا 400 دولار. فهمتوني؟ دي الحته بتاعت السكور كده اللي انت مش واخد بالك منها تمام. فتلاقيه دفع مبلغ قد كده، في حين ان هو لو السكور بتاعه كريدت سكور بتاعه كان كويس كان ممكن يجيب عربيه ب 20000 ثمنها 20000 وياخدها مثلا بفايده بقى حوالي 22 23000 تمام، ويدفع مبلغ قليل جدا اللي هو ممكن او ممكن يدفع نفس القسط ده بس يبقى جاب عربيه احسن، فاهمني؟ فدايما لازم تاخدوا بالكم من الكلام ده، ان العربيات هنا في امريكا لازم يبقى عليها شخصين اونر وكوساينر، والاثنين لازم يكونوا الكريدت سكور بتاعهم كويس ودخلهم كويس
تمام. البيت لازم بيبقى كل الناس اللي عايشة في البيت بتعمل عليهم تشيك على الكريب بتاعهم او رن على الكريب بتاعهم. لو